عليكم. وعليكم السلام. كدير لفاتنا؟ كدير ربي خير. اخبارك؟ السلام عليكم. لاباس؟ مرحبا. ربي يخليك. كي درتي؟ الحمد لله. اش هاد المنطقة هادي؟ هادي منطقة الدار البيضاء ولاد عزوز. اه نواحي الدار البيضاء. نواحي الدار البيضاء. دوار ولاد عزوز. ها وشنو غتوجدي لينا لفاتنا؟ نوجد لكم الطاجين بالدجاج البلدي. اها. ايوا وديك الساعة غنديروا ليه التوابل ديالو. واخا. تبغينا نبداو ولا فاطمه؟ اييه يلا خدي بلاصتك باش نبداو. بسم الله. ايوا لا فاطمه اش قلتي غتوجدي لنا اليوم؟ بالي داك الدجاج البلدي. لا غنوجد الدجاج البلدي ان شاء الله بالكوان ديالو. شنو هذاك الزبيب؟ غدير لنا بالزبيب؟ اييه ندير الزبيب والبصله. اها. ايوا والثومه والعطريه ديالو. باش غنبداو. سكنجبير. غنبداو بسكنجبير، البزار، الخرقوم. اها. شويه الثومه مليحه. اها. بالي بحال نسيتي الزيت لا فاطمه. اه والزيت ها هو الزيت البلديه، الزيت الروميه. حساب لي ما جبتيش. لا جبتو. كاين. اذا نبداو بالثومه هي الاولى. اييه. دابا غديري الشرموله. بسم الله. اييه غندير لي الشرموله. قبل ما ديري الشرموله فاطمه بغينا نسولك واحد السؤال، فاش غسلتي هذاك الدجاج؟ الدجاج بدا الشرموله. شرحي لينا بعدا كيفاش غسلتي الدجاج. خلي الشرموله هي الاخرى. قولي لي كيفاش غسلتي الدجاج. قولي للعيالات كيفاش كيتغسل الدجاج. الدجاج في الاول درت ليه الحامض والملحه. اها. غسلته مزيان. أه. وعاود رقدته في سكنجبير. أه. والملحه والخل. خليتيه مرقد. أيه. حتى كيطلق داك الوسخ ديالو. آه داك باش كيحيد داك الريحه ديالو وداك الشيء. وملي كتغسليه وتنشف كتعطيه ديك الريحه ديال السكنجبير. السكنجبير كتبقى فيه زوينه. وكاين بعض النساء اللي كيديروا الطحين، كيديروا الدقيق، كيغسلوه بالدقيق. عارفه هذه القضيه هذه؟ لا انا كندير السكنجبير باش كتبقى الريحه ديالو زوينه. الريحه ديال السكنجبير زوينه. اييه. اها. واخا دابا نبداو نديروا الشرموله اللي غادي ديري لنا. اييه بسم الله. دابا درت الثومه. الثومه شويه مليحه. بسم الله. الملحه دائما على حساب الطوق ديال كل واحد. كل واحد كاين اللي كيبغي الملحه كاين اللي ما يبغيهاش. تقدرتي شويه ديال الملحه؟ بارك عليه راه. زيدي مليحه انا كنبغي ملح. بسم الله. شويه ديال الخرقوم. سكنجبير والخرقوم. سكنجبير والخرقوم. البزار. اييه. نديرو شويه قريفه حيت غادي. شويه ديال القرفه. اييه. اها. شويه. حيت غادي نعسلو. اه. الربيع. شويه الربيع. ودابا نكبو ميها باش نخلطو هاد العطريه. هو من الاحسن فاطمه يمكن ان هاد الدجاج نخليوه مرقد واحد المده ياك؟ اي حنا دابا ما عندناش الوقت كنرقدوه دابا وغنديروه في الطاجين. اها. باغا نرقدو ونشلط البصله. اها. ايوا ونخليه يشرب ديك العطريه. واخا. ايوا وغادي عاد نقرد البصله. حتى هذا من هذه الشرموله ديال الدجاج. شرموله ديال الدجاج. اييه باش ما درتيش الزيت ياك فاطمه؟ لا مازال ما درت الزيت. واخ بلاتي. واخ بان لي تماك عندك العسل. انت غادي اليوم ديري لنا الزبيب بالعسل ماشي بسنيده. ما في بلاصه السنيده كنديروا حنا العسل الحر. تبارك الله عليك. اييه الحمد لله هذا الشيء اللي كاين. باش الشرموله دابا غادي تخليها ديك شويه ديال الوقت. اييه تشرب شويه ديال الشرموله. الدجاج البلدي ياك؟ الدجاج البلدي هذا. دابا خلينا هنا نشربوا البصيله ديال الجانبين. وغادي ديري دابا البصله. نديرو البصله. غتشلطيها ولا غادي ديريها؟ نديرها عين شنفه. صافي. بسم الله باش الطاجين ما يتحركش لينا. اها. البصله كتهز. اييه العافية. ومن بعد غادي نطيبوه في المجمر. يا سلام على طيب المجمر. نمشي عليه الليل فاخر. اها. ايوا ديك الساعة نزيدوا عليه البصيلة من الفوق، نزيدوا عليه الزبيب، نزيدوا عليه شوية العطرية. كتعاودي تزيدي ثاني العطرية الفوق. اي ذاك المويه اللي كتبقى كنزيد فيها شوية وندير من الفوق الدجاج. واخا. شحال درتي بصله وحده؟ اه بصله وحده. صافي غير بصله. اييه بصله وحده. غتخليها شويه تقلى. اه باش يتقلى شويه. بسم الله. عاد كندير الزيت. شحال تقريبا ديال الوقت غتقلى؟ واه شي ربع ساعه بحال هكا كيتقلى ونسدو عليه ونخليوه يطيب. عاد نعاودو نقلبو. اه
دابا هاد البطريه نشدوها ثاني نزيدوا عليها شويه الزيت. اها دابا الزيت غتزيدي دابا ولا حتى تقلي واحد ربع ساعه؟ شويه دابا غنكبوا عليه باش صافي يتقلى. واخا دابا غادي تسدي عليه ياك؟ اي غنسد عليه. غتزيدي مازال شويه الماء؟ نزيد شويه الماء نسد عليه حتى باش ما يتحركش لينا. اها على ما نشلط البصله. غتعاودي تشلطي البصله اخرى اللي غديري فوق منه. واخا دابا نخليوه حتى يتقلى. بسم الله. هادو هاد البصله غادي نديروها فوق من هاد البصله ان شاء الله. هادي تاهي غديري لها العطريه؟ لا غنديرها فوق الدجاج. اها عاد كنزيد عليها شويه العطريه ونزيد عليها شويه القرفه. صافي وندير فوق منها الزبيب. الزبيب غديريه من دابا ولا نخليوه حتى يتقلى؟ ياك حتى يتقلى. اه هو شويه كيتقلى دابا راه كيتقلى. نستفو عليه كلشي ونخليوه يطيب. شحال غياخذ لينا ديال الوقت باش يطيب لينا؟ ماشي بحال هكاك شي ساعه ولا ساعه. حيت الطاجين كيطيب بالزربه دابا مع البرد خاطف لينا العافيه. فاتنا الريحه بدات كتطلع دابا ديال الريحه بدات كتطلع ديال الطاجين. خصوصا الطاجين اللي كيكون يطيب على الفاخر تيكون بنين تيكون. أيه. ماشي بحال البوطه. اييه كيجي زوين. شنو كتفضلي كطيبي بالفاخر دائما ولا مره مره؟ هو مره مره على حسب الوقت. على حسب عندك كل واحد شنو بغى يدير. كاين اللي كيبغي يطيب فوق البوطه كيبغي كل مره والواحد باش كيختار. ايوا دابا نشوفوه شويه لا تقلى. اها ها هو سير سير كيتقلى. اها دابا حركوه شويه باش نستف فوق منه البصله. واخا نخليوه بلاتي شويه ياك يزيد يتقلى. نخليوه شويه عاد باش نزيدو عليه. درتي بزاف البصله لان البصله كتذوب ياك؟ كتذوب البصله وكتطلق الماء. دابا غندير البصله وما نديرش الماء بزاف. تعاود تزيد الماء. ندير غير شويه. واخا نشلطي البصله درناها تخليها جانبا ونتسناو. كملي هذيك البصيله اللي بقات تضيع كثيره. جاتنا كثيره البصله غتذوب. لا انا كنوريك فاطمه شنو ديري. لا البصله كثيره هذاك الشيء علاش باش نديرها كلها. دابا هذيك هذاك شويه البصله هو اللي غادي يكثر. ماشي مشكل يذوب. اه حتى هي غتذوب غنديروها. صافي دابا نشلطي البصله. غنديرو البصلة فوق الدجاج ونخليوه يطيب. صافي دابا نتسناو نخليوه شوية يتقلى ياك؟ اه واخا. يلا لا فاطمة دابا حنايا غادي نشوفو هذاك الطاجين. ايه دابا هو كيتقلى دابا غنقلبو. اها باش يتقلى شوية مزيان. واخا نقلبوه دابا. ايه الحمد لله هو كيتقلى. بدا تيتقلى بدا تي. ايه دابا راه هو شرب العطريه وكيتقلى. دابا فاتنا هاد المرحله دي مهمه ديال اننا نخليو الدجاج يتقلى ياك؟ اييه ديما ولا ملي كنخليو الدجاج يتقلى باش كيجي بنين وزوين. اها كيشرب داك العطريه. أيه كيشرب ديك العطريه وكيجي بنين. دابا ها هو قلبتو. اها غنخليه شويه على ما نعاودو ثاني نخليو ثاني حيت قلبناه يبدا ثاني يعاود يتقلى. واخا من بعد عاد نضيفو عليه البصله. اييه نضيفو عليه البصله ونديرو عليه الزبيب. اها نديرو فوق منه شويه القرفه والعسل الحر العطريه ديالنا. اييه واخا واخا فاطمه نخليه دابا يتقلى ونعاودو نرجعو ثاني ان شاء الله. يلا دابا فاطمه خلينا هذاك الطاجين كيتقلى. بغيتك تهضري لينا شويه على هذه المنطقه هذه. شنو باش مشهورين انتم؟ شنو اكلات اللي مشهورين هنا بهذه المنطقه؟ مشهورين بالحوت حنا قرابين البحر. مشهورين بالبيبير رفيسه الكسكسو. الدجاج البلدي هادي هي الاكلات اللي تقريبا لاحظت بان جميع البوادي المغربيه كلها يعني ضروري كتكون مشهوره بواحد الاكلات خاصه ولكن ضروري كنسمعوا الرفيسه وكنسمعوا الكسكسو. يعني هذا الشيء في جميع البوادي المغربيه. اييه هذا الشيء من المنطقه هذا الشيء باش معروفه باش معروفه كل شيء. الحوت الرفيسه
يعني كل شيء هذا الشيء عندنا موجود في هذه المنطقة تبارك الله. كاع الحاجة اللي بغيتيها كتكون زوينة هاكا. ودابا بحكم أنكم نتوما دابا قربتوا دخلتوا لكازا، دخلتوا تقريبا المجال الحضري ديال كازا، واش هذيك الثقافة الكازاوية أو الثقافة ديال المدينة بدات كتدخل عندكم، بديتوا كتأثروا بها؟ دخلت عندنا إن شاء الله، قربات دخلت للدار البيضاء، كل شيء المنطقة كلها دخلت للدار البيضاء. دخلت للدار البيضاء. إيوا الحمد لله كل شيء زين. إيوا دابا صبات عندكم شي شتيوة؟ طيب صبات عندكم شي شتيوة؟ صبات صبات الشتاء تبارك الله، وناظر الربيع. ناظر الربيع. خير موجود تبارك الله. الحمد لله. في أي بلاصة ناظر الربيع، صبات الشتاء في كل بلاصة. ودابا بحكم هذا النهار ديال رمضان، هذاك الطاجين شنو نديروا للعشاء ولا نديروا للفطور في نظار؟ ان شاء الله كنديروا للفطور. نفطروا به. حيت كاين اللي كيفطر بكل شيء. اها. اما فاش يدير العشاء كيدير عشاء وفطور. كيدير العشاء وفطور. اييه. اها، وفي العشاء كيدير شي حاجه خفيفه. شي حاجه خفيفه، عصير ولا اها فلو ولا شي حاجه خفيفه باش كتسحر. باش كيتسحر. دابا انتم كديروا فطور وعشاء. شنو كديروا في الفطور؟ نديرو بطبوط معمر، نديرو بيتزا، نديرو بحال هكا طاجين دجاج بلدي ولا الحوت. اها. توا كنديروه طاجين. اها. ايوا والشي الاخر التمار، الحريرة، كل واحد اش كيدير، كاين اللي نديرو الحسوة، كاين اللي كيدير الحريرة، كل نهار نهار بنهار. نهار بنهارو. هادشي اللي كنديرو. والحريرة ديالكم نفس الحريرة ديال اللي كنديرو ولا عندها شي اختصاص عندكم؟ نفس الواحد باش كينصبها. كاين اللي كيدورها بالخضره، كاين اللي كيدورها بالدقيق. اها. راك عارفه الحريره باش كت وانتم باش كدوروها؟ حنا كندوروها بالدقيق. بالدقيق. اها. الحريره بلديه. بلديه. اما الروميه كنديروا ليها الخضره. الخضره لان كتجي خفيفه شويه. كتجي خفيفه. وكاين اللي كيدورها بالخميره بلديه. اي كاين اللي كيدير الخميره بلديه كيدير شويه وكي كتجي محمضه. كتجي محمضه في العود، ما ديري مطيشه كثيره. كديري ديك الخميره باش كتجي شويه كتحمضها. وكتجي بنينه، ما عمرني دقتها في الحقيقه بالخميره بلديه. كتجي مزيانه، كتجي بنينه وزوينه. والخبز البلدي اللي كديروا انتم كديروا بالخميره بلديه ولا الخميره العاديه؟ لا كنديروا الخميره البلديه ونديروا شويه من الاخر ونديروا خميره بلديه. كل واحد كتعجنيها باش كاين اللي كيقرصوا بالبلبوله ديال الشعير. اها. اللي كيقرصوا عادي. اها. ايوا كل واحد باش كيدير. تبارك الله عليك. ايوا الحمد لله. نطلعوا على داك الطاجين نشوفوا ان شاء الله نشوفوه دابا شنو باش نديروا عليه ديك البصيله. ها هو بدا كيتقلى. ايه هو طاب تبارك الله. والريحه طابت وحنا صايمين. ايه. ماشي حشومه على كفاطمه. بسم الله. نديروا البصيله. نديروا عليه البصيله. ايوا لالا، وديك الساعه نخليوها تهبط شويه عاد ندير الزبيب. واخا ان شاء الله. من بعد غتهبط هذيك البصله شي قبيله قلتي لا بصله كثيره. دابا هي غتهبط البصله. اييه غادي تذوب. كلها ان شاء الله غادي تذوب. نخليه شويه نسدو عليه ثاني بلاتي. عاد ديري العطريه ولا ديري عطريه دابا؟ لا غندير عليه شويه العطريه دابا. نخلي الزبيب هو الاخر. واخا بسم الله نزيد واحد شويه ديال سكينجبير. نفس العطريه اللي درنا قبيله. أيه. سكينجبير باش كتهبط مع ديك العطريه. وخا. البصله باش كتجي بنينه. والملحه طبعا ما غديرهاش لان درنا بزاف قبيله. لا قبيله درنا الملحه بركه. ما نكثروش الملحه. واخا انا كناكل الملحه فاطمه. ماشي مشكل، دابا كلشي ولا ينقص الملحة. كاينة. شوية قلتي القرفة. نديرو القرفة شوية حتى هي. ها لأن البصلة ملي كتعسل كتبغي. أيوة القرفة أي شوية ديال العود من الفوق. واخا الطواجن الحلوين كيبغيو القرفة. هاد زيت البلدية هادي معصرينها هنايا نتوما. زيت البلدية صافي دابا غنسد عليه. اها. ونخليه على ما تهبط ديك البصلة. اها. عاد نزيد عليه الزبيب من الفوق. واخا. وندير ليه العسل الحر. واخا إذا نسدو عليه. أيه. ونخليه البصيلة تهبط ونعاودو نتلاقاو. أيه. إن شاء الله. إن شاء الله. واخا شكرا لفاطمة. فاطمة فين وصل الطاجين ديالنا؟ دابا هو طاب غنخليه شوية يطيب يتشهر مزيان. اها. عاد غنديرو فوق منه الزبيب. نطلعو عليه نشوفو فين وصل. نطلعو عليه دابا ونشوفوه. اها. بسم الله. الله. اها. هذا هو تشرب البصيله باقي فيه مريقه. اييه
اها هي البصله دابت. شتي البصله دابت؟ دابت. شتي كنتي باغا دير لنا شويه ديال البصله؟ اييه. دابا غادي نخليه مازال يزيد يطيب؟ اييه نخليه مازال يطيب باش يتشرب ديك المريقه، ومن بعد عاد نزيدوا عليه الزبيب. غيوجد لنا معاه ان شاء الله مع الفطور. اييه ان شاء الله. ما بقاش ليه بزاف دابا؟ لا ما بقاش ليه الوقت بزاف. ما تعاودش تزيدي فيه الماء لا والو، لان البصله هذيك البصله هي كطلق لميها وكيطيب. وكيطيب. دابا غنعاودوا، دابا انت سديتي عاودي نحلوا نشوفوها. فاطمه اها صافي، دابا كيف ما شفنا راه البصيله دابت. أيه. غادي نعاودو نسدو عليه صافي ان شاء الله، باش غادي نخليوه يطيب شويه عاد نديرو الزبيب. الزبيب ما غاديش ياخذ لينا بزاف الوقت باش يطيب. لا ما غياخدش الوقت بزاف. صافي اذا نسدو نعاودو ثاني نعاود نطلقها ان شاء الله. يلا فاطمه عاودنا رجعنا دابا نعاودو نطلعو على داك الطاجين. اييه دابا غنحلوه عليه ونشوفو نديرو عليه الزبيب. اها ايوا لالا، ونديرو عليه شويه العسل باش يتعسل. ايه باش يتعسل. بسم الله. دابا ها هو درنا عليه، غنديروا عليه شويه العسل. اها هذا العسل الحر. اي العسل، واللي بغى يدير السنيده يدير سنيده. اييه اللي بغى يدير السنيده كيديرها، اللي ما بغاش كيدير العسيله حره احسن من السنيده. اها بصح العسل صحي. صافي العسل صحي. اها صافي دابا ها هو غنغطيه. صافي غادي تسدي عليه. غنسد عليه باش يطيب داك الزبيب وتعاود تهبط البصله ونعاودو يطيب الدجاج ان شاء الله. صافي دابا غادي نخليه. بغيت نسولك يا فاطمه، كل منطقه ومعروفه في الاعراس ديالها والافراح معروفه بواحد التقاليد اللي كيديروا، شنو انتم عندكم هنايا الاعراس ديالكم كيفاش كيكونوا؟ حنا عندنا العرس عندنا بلديين، كيفقوا مع الصباح كيوجدوا الشيار. حنا الناس كيقولوا البطبوط، حنا كنديروا الشيار. كينوضوا يعجنوا بكري، كيخبزوا، كيعطيو للناس يفطروا. كاين اللي كيدير الحريره هي الاولى، كيدفع الحريره والتمر. عاد كيتبعوا الشيار. اييه ايوا، من بعد عاده يحميوا الخبز ويدفعوا لهم ثاني الزبده والعسل. هذه مع العشره ولا معاش؟ هذيك مع ديك العشره ال11. ثاني كيفطروا. ايوا هي هذيك، ومن بعد عاد كيبداو الناس يتجمعوا ثاني كيدفعوا لهم الفطور. اها ايوا لالا، وصافي من بعد تلحق الوحده صافي خصهم يوجدوا الغداء. والغداء شنو كيدير فيه؟ كيدير الدجاج ويدير اللحم. اها كاين اللي كيدير اللحم ويدير الصفا على حسب المقدورات ديال كل واحد اللي ما فحالوش شنو كيدير. وشنو كتذبحوا الضروبه ولا اللي عنده الامكانيات كيذبح الضروبه، كيديروا اللحم ويديروا التقليه. كاين اللي ما عندوش كيجيب اللحم. يشري اللحم ويدير الصفا واللحم. التقليه كديروها حتى هي مع الغداء. اييه كاع هذوك الناس اللي غيكونوا. هذوك الناس كلهم اللي كاينين كلشي كيتغدى بالتقليه واللحم. معاش كيسالي العرس عندكم؟ كيسالي مع ديك الربعه بحال هكا. وثاني كتعاود ديروا لهم الكوتي ولا لا؟ لا صافي، ملي كيسالي العرس الناس كيمشيو فحالهم. كيبقاو غير العائله. اييه كيبقاو العائله وهل العريس ولا هل العروس هما اللي كيبقاو. صافي ثاني كيبداو يحيدوا داك الماعن ويحيدوا داك الشيء وكيبداو يوجدوا لهم الكاسكروت ديالهم. اييه والعشاء حتى هو كيتعشاو عندكم عند دار العروسه. كاين اللي كيبرك العشاء، كاين اللي كيمشي في حالاته. والعريس شنو الطقوس اللي كيدير العريس؟ شنو كيدير العريس ملي كيفيق مع الصباح؟ هو كيمشي للحمام. اها كيدي حوايجو معاه. انا سمعت كيمشي للبير، كيغسل في البير، بصح هاد القضيه؟ لا ما بقاش هاد الشيء، كان زمان. اها كان زمان، دابا ما بقاش، دابا ولا الحمام. اها دابا كيمشيو معاه صحابو اللي قرانو، كيمشيو معاه يديو حويجاتهم ويمشيو للحمام، كيعوموا كيغسلوا كيجيو كيلقاو الناس بالشطيح والزغاريت. اها كتلقى ليهم مو بالمرشه والعلام. اها ايوا ديك الساعه كيفرحوا بيه وكيدخلوه، كيتجمعوا عليه صحابو، كيحطوا لهم الصينيه، كيحطوا لهم الحلوه. اها كيشربوا اتاي. ايوا من بعد كيخرجوه ثاني كيتعرضوا ليه بالشطيح والزغاريت والدراري مجموعين عليه والعائله. وكيمشي عند هل العروسه. صافي وكيمشيو ثاني عند هل العروسه. وداك الليله كتجي العروسه معاه؟ هي هذيك الليله كتجيبوا العروسه وكنجيو للدار. صافي، العروسه ملي كتجي للدار شنو واش كتدخل الكوزينه ديريكتومون ولا شنو لا.
كتجي كيتعرض ليها العريس كيدخلها جا مشات هو وياها كيشطحوا وكيدخلهم لبيتهم. اها كيدخلوا كتدخل كاع العائله هليات العروس هل العريس كلشي كيدخل كيصوروهم. دابا راه ولا كلشي كيصور، كان زمان ما كاين لا تصوير لا شي حاجه. ايوا ديك الساعه كيضحكوا يلعبوا يحطوا ثاني الصينيه صافي كيشربوا اتاي صافي كيخرج يمشي عند صحاب. ونهار السبع ايام نهار السبع ايام ثاني كيتجمعوا العائله ثاني كيديروا الدجاج، كاين اللي كيدير الفيسه اها كاين اللي كيدير المرقه والصفه تايك باش كيحزموا العروسه. اه باش كيديروا الصبع للعروس. اها صافي كيشدوا كيديروا ليها واحد واحد الشقه اها والله يزار كيلبسوه ليها كتخبز هي المسمن صافي كتدخل صافي داك الساعه صافي كتولي مولات الدار. اه كتخبز المسمن وملي كيبغيو يخرجوها كيركبوا لها داك المسمن ركبوا لها المسمن وكيديوها لحدا البير. اها وملي كتبدا راهي غادي بها بالشطيح والزغاريس وملي كتبدا جايه كيركبوا ليها الدري. اي وليد؟ اه باش تكون تولد زعما؟ لا اي وليد من العائله. أه. كيركبوا لها داك الوليد وكيبداو ثاني جايين بالشطيح ثاني وكيدخلوها للدار. صافي ومن تما ركبنا ليها وليدها خرجناها خرجناها بوليدها خرجناها بعويدها دخلناها بوليدها. صافي هذيك بانها راها صافي هذيك صافي راهي دخلت للدار. وداك الساعه كندخل المعمعه وكندخل الكوزينه وكتولي مولات الدار. اه كتدخل مولات الدار صافي صافي راه يعني كيديروا لها الحنه كيبقاش الفشوش داك الساعه. لا كيضحكوا كيلعبوا كيتغداو صافي كلها كيمشي لدارو وهي كتبقى مع عمالين الدار. زوينه هذه القضيه. اه زوينه هذه القضيه. نهار الفطور ها نهار العرس لا غدي الفطور كتديو ليها الفطور؟ اييه عائلتها كيديو ليها الفطور؟ عائلتها كيجيبوا الفطور. كاين اللي كيجيب الحولي اها كاين اللي كيجيب الدجاج طايب ولا اللحم طايب. كل واحد على قد داك الشيء اللي عنده الامكانيات ديالو. اه كيجيبوا الحلوى كيجيبوا الحوايج داك الشيء مستف في الصواني الحلوى في الطباسيل داك الشيء منظم. أه. دابا ولا داك الشيء منظم. اها هو يجيبوا كاين اللي تجيب ليها الزرابي ها الهدايا الكادوات ديالها المواعن كلشي داك الشيء كيجيبوا داك الشيء الفطور متول متول كلشي ليه بحال حقه وطريقه. اه صافي وكيدخلوا داك الشيء دخلوا عند العروسه صافي وثاني كيذبحوا ديك البهيمه كيديروا أه. الغداء ثاني كلشي كيتغدى كلشي كيضحك كلشي كيلعب صافي وكيمشي كل واحد يرجع ثاني كيمشي وكل واحد كيمشي لدارو. هذا هو العرس عندكم في هذه المنطقه هذه. اذا فاطمه غادي نخليو داك الطاجين ديالنا كيطيب ونعاودو نرجعو باش نشوفو ملي يطيب. شكرا ان شاء الله. يلا فين وصل الطاجين ديالنا؟ الطاجين طاب 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 الحمد لله وديك البصيله هبطات والدجاج حتى هو طاب والزبيب حتى هو والزبيب حتى هو طاب. عرفتي راه الريحه طالعه زوينه. ايوا الحمد لله. نطلعوا عليه؟ اييه يلا حلي نشوف. بسم الله الله الدجاج البلدي والزبيب هو ايوا بسم الله طاب على خاطره بالمهل. أيه. فوق هو الفاخر وهذا هو الطاجين ديالنا. اييه هذا هو الدجاج البلدي. دوماج رمضان ايوا ما نقدرش نذوقو. ايوا لاله مرحبا مره اخرى ان شاء الله ان شاء الله. ولكن تبارك الله بين بنين وبين لذيذ ولكن ماشي مشكل حنا مازال غادي نفطروا عاد نذوقوه ان شاء الله. شكرا لك فاطمه على انك استقبلتينا. مرحبا لاله سعاد مره اخرى ان شاء الله عندنا مرحبا بكم. شكرا وشكرا للناس ديال دوار ولاد عزوز. كنشكركم بزاف على الاستقبال وان شاء الله نشوفكم مره اخرى ان شاء الله. حنا ان شاء الله نشكركم مره اخرى ان شاء الله تجيو عندنا ومرحبا بكم كاملين والدراري تاهما. شكرا شكرا مع السلامه. رمضان مبارك سعيد. الله يبارك فيكم.